طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. ميليشيا الحوثي تضع طالبة في صنعاء تحت الإقامة الجبرية. وصول لقاحات الكوليرا إلى عدن لأول مرة منذ 25 عاما. ثلاث ملامح لخطة غريفت لليمن تتضمن مرحلة انتقالية. وأخيرا من لوموند الفرنسية، محمد صلاح اللاعب الذي جعل ليفربول يحب الإسلام. أهلا بكم. قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن اليمن وسوريا بشكل خاص وباقي الدول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام الأكثر صعوبة وخطورة لممارسة مهنة الصحافة. وذكرت المنظمة أن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم مهددة من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وروسيا والصين التي تحاول سحق كل معارضة. وتتهم مراسلون بلا حدود القوى الكبرى الثلاث بأنها تقيد العمل ضد حرية الصحافة. وأضافت المنظمة أن حرية الصحافة سجلت مزيدا من التراجع في العالم العام الماضي، وأجواء من الكراهية والعداء ضد الصحفيين خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة ما يشكل تهديدا للديمقراطيات. وإلى موضوع آخر، وصحيفة أخرى تسود حالة من الارتباك بين صفوف ميليشيا الحوثي في صنعاء عقب مقتل صالح الصماد. وفقا لعنوان موقع المشاهد نت، جماعة الحوثي تضع طالبة في صنعاء تحت الإقامة الجبرية. وقال الموقع إن مجاميع مسلحة تابعة لجماعة الحوثي ومعهم عدد من النسوة المسلحات أقدمت على اعتقال طالبة في الصف الثالث ثانوي من مدرسة الجرداء بالعاصمة صنعاء، حيث كانت الطالبة وزميلاتها يحتفلن بالتخرج في صالة المنارة بحي الجرداء. قال مصدر محلي للمشاهد أن المسلحات حاولن إلغاء احتفال الطالبات بتخرجهن بسبب حداد الحوثيين على مقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، لكن الطالبات أقمن الحفل ورفضنا إيقافه. وقوبل هذا الرفض من قبل جماعة الحوثي باعتقال طالبة في المدرسة، وتم اقتيادها إلى مكتب التربية في حي بيت معياد للتحقيق معها. وأضاف المصدر بعد التحقيق الحوثيين مع الطالبة اشترط مدير مكتب التربية بالأمانة على ولي أمر الطالبة وضع ابنته تحت الإقامة الجبرية وعدم السماح لها بالخروج لأي سبب من الأسباب. نزيف في الأنظمة، تحت هذا العنوان كتب شفيق ناظم الغبراء مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا في جزء منه. لقد ساد الاعتقاد بين الكثير من الناس أن النظام العربي فيه من العقلاء ما يجعل السعي للرد على رأي برأي وبرنامج مضاد بآخر مضاد وكتاب بكتاب أمر ممكن، لكن الرد بالقذف والسب واتهام الأعراض والعصبية المتوترة في ظل الفشل الشامل في الرد على فكرة واحدة أو رأي واحد بأسلوب مقنع يعكس مدى هشاشة الكثير من الأنظمة العربية. أتساءل كيف يستطيع نظام سياسي يحترم نفسه ويعتقد بأنه يمتلك مستقبلاً أن يتعايش مع منطق بهذا الهبوط اللفظي؟ إن السوقية تهزم نفسها بنفسها، وهي انعكاس لاحتضار وليس تعبيراً عن صعود وقوة. إن توجيه الإهانة لعائلات وأسر من ينتقد سياسات وسلوكيات الأنظمة سيترك آثاره المدمرة على النظام العربي الذي يستخدم هذه الوسائل. التنمر والبلطجة كما نراهما اليوم امتدادان للقمع والتعذيب والتصفية السائدة عربياً. ويعتقد قطاع كبير من ممارسي البلطجة أن إهانة أصحاب الرأي الحر الذي يتميز بنقديته هو الطريق الوحيد لإبقاء حظوتهم لدى بعض صانعي القرار. وتتعقد الإشكالية عندما يكون بعض صناع القرار من المعجبين والمغرمين بأسلوب القذف ولغة التصغير. هناك جاذبية غريبة في صفوف النظام العربي الراهن للعدائية اللفظية. إن الطرح العنصري الذي يستهدف عائلة أو قبيلة أو فئة أو طائفة أو أصلاً أو عرقاً أو تهديداً أو غيره تعبير عن منطق فاشل. إن الفشل في نقاش الفكرة هو أهم هزيمة يتعرض لها النظام العربي العاجز عن الإصلاح وبلورة أفكار جديدة.
ينقل الموقع بوست عن مصادر خاصة في مدينة تعز وعن مجريات معركة استعادة مقر الدولة في المدينة، ويعنون الموقع: حملة أمنية لبسط الأمن وتطهير تعز من بؤر التطرف وجدل بعد محاولات لإيقافها. وقال الموقع: اندلعت اشتباكات متفرقة في عدد من مناطق المدينة يعود سببها وفق الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني عبد الباسط البحر إلى العناصر الخارجة عن النظام والقانون التي رفضت كل الحلول المقترحة من اللجنة التي شكلها محافظ تعز. ويضيف الموقع: لاقت تلك الحملة الأمنية ارتياحا واسعا من قبل أبناء المدينة الذين يشكون من الانفلات الأمني، إلا أن من المتوقع أن تتوقف تلك الحملة الأمنية في ظل وجود ضغوطات ووساطات تهدف لذلك بعد اشتداد الاشتباكات في عدد من المناطق. تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية احتجاز قاطرات محملة بمساعدات إنسانية بمدخل مدينة إب الشرقي مشترطة دفع مبالغ مالية طائلة كجمارك. وأفاد مصدر محلي بمحافظة إب سبتمبر نت أن الميليشيا الانقلابية احتجزت قاطرات تحمل 25 ألف طن كمساعدات إنسانية للمواطنين مشترطة الملايين مقابل دخول المساعدات. وأضاف أن المواد المحتجزة مواد غذائية عابرة أو عبارة عن مساعدات إنسانية من إحدى الجمعيات الخيرية تقدمها كل سنة للفقراء والمساكين في المحافظة مع حلول شهر رمضان المبارك. ويضيف الموقع: كثفت الميليشيات الحوثية من عملية فرض الإتاوات على السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية في المنافذ التي استحدثتها مؤخرا. ويتابع الموقع: عملت الميليشيا الانقلابية على تضييق العمل الخيري في مناطق سيطرتها مشترطة السيطرة على أي نشاط يجب أن يكون تحت إدارتها. هل يبدأ اليهود الإسرائيليون بقبول حق العودة الفلسطيني؟ تحت هذا العنوان تساءل الكاتبان النور برونشتاين وإتيان برونشتاين في مقالهما المعاد نشره في الغد. ما هو ذلك الشيء في مسيرة العودة الكبرى في غزة الذي يجعل الإسرائيليين يشعرون بالتهديد إلى هذا الحد؟ ما هو الشيء الذي يعمل الإسرائيليون على منع حدوثه بكل هذا النشاط؟ يرمز سياج غزة إلى جوهر الدولة اليهودية التي تأسست من خلال تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وطرد أغلبيتهم إلى خارج حدودها. وقد بنيت الجدران والأسجة فوق وتحت الأرض لمنع هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين من العودة. واليوم كما هو الحال في الخمسينيات، ما يزال ينظر إلى هؤلاء اللاجئين على أنهم متسللون خطيرون. ولا يتغير الكثير عندما يأتي الأمر إلى التفكير والممارسات الكولونيالية. وللأسف علينا الاعتراف أيضاً بأنه حتى عندما تصبح الفظاعات أكبر مما يمكن تحمله، فإن رد الفعل الإسرائيلي العنيف لا يكون مفاجئاً، ويكاد ذلك يكون من نافلة القول. وربما تكون حقيقة أنه ليس ثمة ما يفاجئ في هذا النوع من السلوك فظاعة في حد ذاته أن تكون حالة الطوارئ الماثلة في غزة الآن مجرد شأن هامشي. كيف يمكننا إذن أن نوفق بين الرد الإسرائيلي العنيف والحازم المتمثل في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في غزة، وبين النتائج المتسقة للمسوحات المختلفة والتي تظهر أن نحو خمس اليهود الإسرائيليين منفتحون على إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين؟ من وجهة نظرنا تنبع الفجوة من الطرق المختلفة التي تناقش بها قضية العودة في المجال العام. وقد ظل الخطاب العام السائد في إسرائيل حول حق العودة متناقضاً، وينظر الكثيرون إلى العودة على أنها تعادل تعرض اليهود لمحرقة أخرى، لعبة محصلتها صفر. وبعبارات أخرى تعني عودة الفلسطينيين ألا يعود لليهود الإسرائيليين مكان في البلد. إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في صفحته الرئيسية: وصول لقاحات الكوليرا إلى عدن لأول مرة منذ 25 عاما. وقال الموقع أن وزارة الصحة اليمنية أعلنت عن وصول 450 ألف جرعة من اللقاحات الكوليرا إلى مطار عدن الدولي، وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها لقاحات الكوليرا إلى عدن مباشرة منذ أكثر من 25 عاما، حيث كانت صنعاء هي وجهتها الرئيسية. وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية علي الوليدي أن اللقاحات نقلت من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن
مرورا بمطار نيروبي ثم جيبوتي إلى عدن، وأشار إلى أنه جرت العادة أن تصل لقاحات الكوليرا وغيرها إلى صنعاء، إلا أن سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة تسبب في صعوبة استمرار العملية. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في متابعتها جهود المبعوث الأممي لاستئناف المفاوضات بشأن اليمن، قالت الشرق الأوسط ثلاثة ملامح لخطة غريفت لليمن تتضمن مرحلة انتقالية. وعلمت الشرق الأوسط من مصادر رفيعة أن أبرز ملامح خطة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفت تتمثل في سحب السلاح ومرحلة انتقالية تشمل مشاركة الحوثيين في الحكومة وتنتهي بالانتخابات. وبحسب المصادر ذاتها سيترك بعد ذلك الأمر لليمنيين للحوار أو سيترك الأمر بعد ذلك لليمنيين للحوار بينهم لحل القضايا الأخرى بما في ذلك القضية الجنوبية، التي أكد المبعوث أن التزام الأمم المتحدة بحلها يأتي في إطار الحفاظ على وحدة اليمن، لافتة إلى أن المفاوضات المزمعة ستكون بين حكومة وانقلاب. واعتبر وزير الخارجية في تصريح للصحيفة أن تجاهل تسليم الحوثيين الأسلحة في إطار الحل اليمني شرعنة للانقلاب، مؤكدا على ضرورة سحب السلاح والانسحاب من المدن، ولا يرى المخلافي مانعا من وجود حكومة شراكة أو حكومة شراكة مستقلة أو مستقبلية في إطار الحل، لكن بعد تسليم السلاح وغير ذلك لن يكون إلا شرعنة للانقلاب، لن نقبلها. عن تنصيب مهدي المشاط خلفا لصالح الصماد الذي قتل في غارة للتحالف العربي في محافظة الحديدة يوم الخميس الماضي، عنونت العربي الجديد رئيس ثالث للحوثيين بصنعاء، المشاط يتوعد بحرب مفتوحة. وقالت الصحيفة إن المشاط أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وسط شكوك في تأمين النصاب القانوني، فيما حرص على أن يكون الخطاب الأول له كرئيس للسلطة الانقلابية مليئا بلغة التهديد والوعيد. وفي إشارة للتحالف العربي قال العدو أرادها حربا مفتوحة وعليه تحمل تبعات ذلك. وجاء أداء المشاط لليمين أمام البرلمان الذي كان من المقرر أن تنتهي فترته في عام 2009 ليثير شكوكا حول صحة تأمين النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات والذي يتطلب حضور نصف الأعضاء، في حين ترفض الحكومة الشرعية الاعتراف بشرعية كل ما يصدر عن البرلمان الواقع تحت سيطرة الحوثيين. ويأتي تنصيب المشاط في مشهد تراجيدي تمثل فيها الجماعة دور الدولة من خلال سيطرتها على المؤسسات الحكومية، ولا يكمن ضعف هذه السلطات فقط بغياب الاعتراف الدولي بسلطاتها، بل كذلك في المستوى الداخلي للجماعة. لماذا تصر إيران على تصدير الثورة إلى الجوار العربي؟ تحت هذا العنوان كتب محمد المختار الفال مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية، وقال الكاتب: يبدو لمن يتابع الشأن الإيراني طوال سنوات الثورة أن قادة طهران رسموا لبلدهم دورا سياسيا في منطقة الجوار والامتداد المحتمل، يقوم على ركائز منها تفجير المشكلات وتحريك القوى غير المنسجمة مع أوطانها ومساعدتها في التخطيط والتدريب والتمويل، ورفع شعار مقاومة قوى الاستكبار استغلالاً لنزعة كراهية الهيمنة الأجنبية بكل أشكاله، وتوظيفاً لأخطاء السياسة الأمريكية في عدد من مناطق العالم الإسلامي. وتبنت إيران منذ قيام ثورة الملالي شعار الدفاع عن المستضعفين ومواجهة قوى الاستكبار، وكان غياب الوعي في غالبية المجتمعات المسلمة وبراءة الشعارات مهد لتسلل تلك الدعاية إلى مؤسسات وطنية منافسة، وكسب صداقة أقلام وصحفيين وأكاديميين لهم حضورهم وتقديرهم في الوطن العربي،
ففي السنوات الأولى للثورة الإيرانية لم تكن الدعاية مكشوفة بما فيه الكفاية، بل كان شعار وحدة المسلمين وتقوية شوكتهم في مواجهة أعدائهم شعارا جذابا في محيط الشباب العربي الخارج من انكسار التيار القومي والدخول في تجربة تيار الإسلام السياسي بكل ما يخالطه من حمولات غائرة في الوجدان الشعبي. ولكن الأيام وهي معلم تتكرر دروسه كشفت كثيرا مما كان خافيا، ولم يعد أمام إيران إلا إعادة رسم دورها للتعايش مع الجوار أو الاستمرار في إشعال الحرائق التي لن ينجو منها مشعلها. في ترجمتنا الخاصة للصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لوموند الفرنسية ما كتبه الصحفي إريك ألبير عن اللاعب المصري محمد صلاح، اللاعب الذي جعل ليفربول يحب الإسلام. وتقول الصحيفة إن محمد صلاح النجم المهاجم لليفربول لكرة القدم نجح فيما لا يمكن تصوره. فنحن لا نتحدث عن مباراة استثنائية يوم الثلاثاء في 24 من إبريل في دوري الأبطال، حيث اتخذ فريقه الأحمر خطوة كبيرة نحو نهائي كييف من خلال فوزه على روما 5-2 مع هدفين وتمريرتين من هذا المصري. ويضيف الكاتب تأثيره يتجاوز نطاق المستطيل الأخضر، ففي حين تعرضت المملكة المتحدة لثلاثة هجمات إرهابية قاتلة في عام 2017 وأصبح للإسلام صفحة سيئة، فإن أنصار النادي الأحمر الإنجليزي يترنمون أو يغنون الآن بأناشيد تمجد الدين الإسلامي. قال أحد المشجعين وفقا للصحيفة إن استمرار محمد صلاح في إحراز الأهداف فسأعتنق الإسلام أيضا وسأجلس في مسجد حيث أريد أن أكون. وتتابع الجريدة عندما يحرز المصري هدفا، وهذا ما حدث بالفعل 43 مرة هذا الموسم، يتردد صدى نشيد يمجد محمد صلاح في المدرجات. يقول حاتم قادوس العربي الذي يعيش في بريطانيا: عادة عندما يظهر رجل ملتحن ينظر المرء إليه بشيء من الشك، الآن في مدرجات ليفربول يعتقدون أن كل المسلمين مثل محمد صلاح. في واحد من أغرب الأخبار المنوعة عنونت صحيفة القدس العربي استقالة رئيسة حكومة مدريد الإقليمية إثر قضايا احتيال وسرقات وسرقة مستحضرات تجميل. وبحسب الصحيفة فإن كريستيانا التي وجهت إليها تهم بالاحتيال للحصول على شهادة ماجستير وسرقة مستحضرات تجميل من متجر عام 2011 قدمت استقالتها. وصرحت كريستيانا: كل أعمالي كل حياتي أصبحت موضع تساؤل، مشيرة إلى أنها ضحية حملة مغرضة بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه عنصر أمن يطلب منها فتح حقيبة يدها في متجر، واعتبرت أن الحادثة مرتبطة بخطأ لا إرادي تم تصحيحه على الفور. واتهمتها وسائل إعلام بالاحتيال لحيازة شهادة ماجستير في القانون العام. وطالب حزب سيوداد أن ووس بفتح تحقيق، في حين أعدت المعارضة اليسارية اقتراحا لسحب الثقة منها. يترقب الشارع الكروي ومحبوه كرة القدم ما ستسفر عليه قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 17 سنة، والتي ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، التي أيضا ستستضيف النهائيات الآسيوية في سبتمبر القادم. هكذا بدأ علي باسعيد مقاله المنشور في التغيير نت مضيفا: يتطلع المهتمون والمتابعون لمنتخبنا لأن يكون في مجموعة متوازنة نوعا ما حتى يتسنى له تخطي دور المجموعات التي ستكون محطة لكسب الخبرة والدخول في أجواء البطولة والوصول للأدوار النهائية وتحقيق حلم اليمنيين بالتواجد في كأس العالم للمرة الثانية بعد منتخب الأمل وذكرياته الجميلة. وبالعودة إلى أوضاع المنتخب، فإنه ومنذ عودته من التصفيات التي أقيمت في قطر العام الماضي 2017 لم يجري أي حصة تدريبية واحدة بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وقلة الدعم المقدم لمثل هذه المشاركات ولانشغال قيادة اتحاد الكرة بأمر المنتخب الأول وتأهله للنهائيات الأسيوية لأول مرة، والتي ستقام في الإمارات مطلع العام 2019. غير أن اتحاد الكرة وعد بأن يكون للمنتخب الصغير اهتمام خاص ومعسكرات تأهيلية كافية
حتى يظهر بالشكل المطلوب ويشرف الكرة اليمنية خير تشريف. فمنتخبنا يمتلك كل المقومات التي تؤهله لأن يكرر إنجاز منتخب الأمل، غير أنه بحاجة إلى فترة إعدادية كافية وإلى تطعيمه بلاعبين جدد وإقرار برنامج المدرب القدير السوري الكابتن محمد ختام. وبما أن المنتخب يمثل اليمن، فإننا جميعا مسؤولون عن توفير الإعداد المثالي له والدعم المادي والمعنوي حتى يحقق النتائج المرجوة ويهدي شعبنا فرحة جديدة تنسيه الآلام ووجع الحرب، وتفتح باب الأمل في وجوه الشباب لممارسة هواياتهم وممارسة عشقهم الكروي من خلال عودة استئناف النشاط الكروي المتوقف منذ 4 سنوات، وهو الكفيل بتطوير مستوانا وتعزيز حضورنا القاري والعربي. بمشاركة حوالي 40,000 صورة من أكثر من 60 دولة، أعلن فوز نور أحمد جلال من بنغلاديش لهذا العام بهذه الصور لأشخاص يستعدون لتناول الطعام بعد يوم صوم طويل في معبد هندوسي، وذلك في المسابقة السنوية لأجمل صور الطعام. شبكة البي بي سي عرضت عددا من تلك الصور نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.